محمد اليسيقي مدير شركة ناتولوكس. حنا سميتو ميدان ديال الاشتغال ديالنا هو دونك على زيت أرقان، التثمين ديال زيت أرقان. بما أن المغرب الدولة الوحيدة في العالم اللي موجود فيها شجرة الأرقان، دونك سميتو اكتشفنا بأن واحد العدد ديال الماركات العالمية والشركات والمختبرات الدولية كيجيو للمغرب وياخذوا زيت أرقان أوفراك، وياخذوها سميتو الشركات المختبرات ديالهم الدولية وكيخدموا على التثمين ديالهم. عقلنا علاش لا حنا المغرب المنتوج ديالنا غادي نخدموا حتى حنا على التثمين ديال هذا المنتوج. اللي عندنا دو ديبارتمون، عندنا زيت أرقان للاكل وعندنا زيت أرقان ديال التجميل. دونك كنشتغلوا على زيوت كريمات ماسكات لي شامبوان، جميع منتوجات ديال الحمام وديال او الدوش. عندنا الليسوان ديال الوجه او الشعر او الجسم. والمشاركه ديالنا في المعارض هنا باش نتواصلوا مع الزبناء ديالنا على الصعيد الوطني والدولي، والمشاركه ديالنا باش نطلعوا على اخر التكنولوجيات في هذا الميدان ونعرفوا شنو هو الجديد في الميدان ديال التثمين ديال زيت أرقان. هذا هو الهدف، باش نعطي واحد الصوره جميله على البلد ديالنا في العالم. انا امينه بسيدي ياسين، الشركه ديالنا تتواجد في الصويره وهذه اول مشاركه ديالنا في المعرض، ونتمنى ان شاء الله تكون مشاركه موفقه وفيها تعرفوا على بزاف الناس والجوده تاع الناس ولي زيكسبيريونس كما تنقولوا. وحنا المنتوج ديالنا تنديروا ارغان، تنديروا التصدير، ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا زبائن من المغرب ان شاء الله. اليوم الاول ضروري الناس تيكونوا الناس اللي بروفيسيونيل، تيجوا اول نهار تيكونوا الناس اللي بروفيسيونيل مزيان، باقي ان شاء الله غادي نتعرفوا على ناس وجاونا ناس جداد، نتمنى ان شاء الله يكون خير.